متابعينا الأعزاء، أهلا بكم. أعلن المرور عن اكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على السيارات بسجلاته لدى مركز المعلومات الوطني، ويتوجب على ملاك السيارات التحقق من وجود تأمين ساري المفعول قبل استئناف ضبط المخالفات آليا بدءا من الأول من ذي الحجة لعام 1441 للهجرة، علما أن هناك حالة لا توجد فيها مخالفة لعدم وجود تأمين للسيارة، وذلك إذا كانت مركونة، حيث إن المخالفة تسجل فقط في حال كانت السيارة تخرج على الطريق وسجلت عليها مخالفة مثل ساهر، إذ يتم بتلك الحالة إضافة مخالفة أخرى آليا لعدم وجود تأمين بغرامة قدرها 100 إلى 150 ريال. يذكر أن التزام قائدي السيارات بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين للسيارة يضمن الحقوق النظامية للمتضررين من الحوادث.